الطبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية. على سلامتكم مستمعينا، تحية طيبة لكم وين ما يوصلكم صوتنا على البوند اف ام 93. موعدكم يتجدد مع الطبيب النفسي في المجلة الصحية على راجل حياة اف ام إذاعة القيروان للصحة، الإذاعة الأولى دونك المختصة في الصحة. بيان سور نحاولوا نحكي لكم على صحتكم النفسية وكل ما يهم الصحة النفسية على اعتبار الأهمية متاحها وتأثيراتها كالكسوة على الفرد وإلا المجتمع ككل. كل مرة نتناول لكم موضوع من المواضيع المعينة. اليوم باش نحاولوا نحكي لكم على الرهاب، شنو هو الرهاب اكزاكتومون، باش نحاولوا نحددوا لكم سورتو رهاب الاماكن المغلقه. وبيان سور كل هذا نجموا نعرفوه مع اهل الاختصاص. اليوم باش نحكي لكم كما قلت لكم على رهاب الاماكن المغلقه، نحاولوا نعطيكم الاعراض نتاعو، مضاعفاته، الاسباب وعوامل الخطر، وكيف كيف نوصلوا للتشخيص. من بعدها نمشيو لسبل الوقايه من هذا، وهل يعتبر هو تحديدا مرض والا لا. ذيك علاش حاضره معنا عبر الهاتف دكتور ريم غشام، رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي. صباح النور دكتور. مرحبا بك دكتور ريم على موجات راديو الحياة فهم. دكتور ريم كما قلت لنا موضوعنا لليوم مش يكون هو حديثنا على الرهاب بصفة عامة، لكن مش ندخلوا ونخص ونحكيوا اكزاكتومون على رهاب الأماكن المغلقة ما يعرف بالكلوستروفوبيا. مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة. الخوف من الأماكن المظلمة ولا أماكن خالية ولا أماكن مسكرة هو فقط خوف، راهو خوف الانسان ما يقاش يكون يعينه في الاماكن هذوما. معناتها الخوف هيك هو معناتها اللي ينتج منه اللي واحد ما عادش ينجم يدخل في اي مكان يكون اظلم ولا مسكر ولا معناتها كبير وما فيش حد ينجم يعاونه. داكر دونك هوني يا دكتور اللي نفهم معناها رهاب الاماكن المغلقه هو البلاصه اما تكون مسكره، البلاصه زادت نجم تكون كبيره ما تكون او ميم طون ظلمه، ما ينجمش العبد يعرف روحه اللي هو في البلاصه هذيك وحده دكتور، ولا ينجم يكون حتى ميم فما شكون معاه في البلاصه هذيك لكن هو عنده خوف من الحاجه هذيك اذا كان حتى البلاصه مسكره. هي في اكثر الحالات الواحد يبدا وحده، معناتها يخاف لما يلقاش شكون يعينه وخاف لا يصير له كيما التخوف ما يلقاش شكون يعينه. دونك هاك علاش الانسان ما ينجمش يمشي للاماكن هذوما. دكتور هل انه الرهاب هو يعتبر خوف منطقي والا نجم نصنفوه في خضم الخوف غير المنطقي في الحاله هذه؟ هو خوف غير منطقي، يدخل في نطاق خوف غير منطقي، خوف مرضي. داكوغ، دونك هذه يعتبر خوف مرضي. هنا يا دكتور كيفاش نجمو نحدو الحالات نتاع حالة الرهاب من الأماكن المغلقة؟ هل أنه فما بعض الأعراض تنجم تظهر على الشخص هذاك؟ هل أنه هو وحده زاد ينجم يحدد الأعراض هذيك اللي تظهر عليه ويقول أنا عندي خوف من الأماكن المغلقة، أنا عندي خوف من الأماكن المظلمة، وإلا هنا الأعراض تنجم تتلاحظ من طرف الشخص الآخر؟ هو الاعراض واضحه، اذا قلبه يدق بالقوي يعرق برشا، ما عادش ينجم يتحرك، يحس بروحه معناتها ماهوش يتحكم في روحه، يحس حتى الروح قاعده تبدل، ويحس بالمحيط نتاعو ماهوش كي العاده. هذوما الاعراض اللي واحد يحسهم وقت يصير يحس بالخوف الكبير كي يمشي البقعه هذه كما قلت لك مظلمه ولا محلوله ولا اللي هو يظهر له ماهوش يلقى فيها حتى حد باش يعينه. فوالا دونك دكتور هنايا فما بعض الحالات اللي فما بعض الاشخاص حتى انا اعترضوني معناها في الحياه الخاصه، يقول لك انا اذا كنت تسكر عليا بلاصه باغ اكزومبل نكون نعرفها اللي هي مهويه شويه البلاصه ذيك، مي بعد تودا نكون تلفت نلقى الشبابك الكل مسكره ما فماش حتى سبيل لدخول لهواء، هنايا نحس بالاختناق. هل انه هذه تعتبر من حالات رهاب الاماكن المغلقه؟ اي تعتبر من المرض نتاع الاماكن المغلقه. هي راهو لازم معناتها لازم نفهموا اللي هي على خاطر نبداو خايفين لما نلقاو شكون يعيننا وقت تجينا هالاعراض الكل، القلب يدق والتنفيس اللي ما عادش ينجم واللي هو يحس في روحه ما عادش يتحكم. هي مشكل في ما عادش يتحكم في اللي صاير له. المشكل في واحد ما عادش يتحكم في اللي صاير له يولي عنده خوف كبير جدا، يولي زاد يلونتيسيب معناتها يظهر له في كل وقت باش تصير له الحكايه هذه. فما اعراض دكتور تنجم تكون اكثر حده من الاعراض اللي كنا تحدثنا عليها، دونك يخاف مثلا ينجم ما يسيطرش على روحه، فما اعراض اكثر حده نجم ممكن كان حدها للساده مستمعين في الاطار هذايا؟ فما اعراض مثلا يولي يخاف يعمل حاجات ما يجيش يعملهم، مثلا يرمي روحه من الشباك، يعري روحه، يعمل حاجات اللي ما يليقوش بروح هو بشكون هو، معناتها يولي يقول كلام خايب ولا معناتها المشكل الاكبر هو اللي هو ما عادش يتحكم في اللي يعمل فيه. هذا هو المشكل الكبير.
فوالا دونك دكتور، هل فما عبيد يكونوا عرضة أكثر للرهاب الكلوستروفوبيا هذه اللي قاعدين نحكيوا عليها احنا أكثر من أشخاص معينين؟ هل أنه فما فئة هشة تنجم تمسهم الحالة هما هذه؟ النساء راهو في أكثر حالات، هما النساء اللي عرضة لأكثر الحالات تاع الخوف المرضي. النساء في العمر تاع 20 30 سنة واللي ينجم يكون صار لهم قبل حاجة اللي خوفتهم برشا، دونك يولي معرضين اللي ينجموا يحسوا اللي صاير لهم التروماتيزم اللي صار لهم يعاود يصير لهم. دونك هذو هما الحالات اللي هما معرضين اكثر للحالات اللي نتاع الخوف المرضي. انتم هون على كاهل الاختصاص وكاطباء مباشرين لبعض الحالات هذوما دكتور، كيفاش تشخصوا الرهاب بالاماكن المغلقه هذه وبتحديدكم بيان سور للاعراض اللي تكون موجوده ومصاحبه لل واضح راه خاطر الانسان يجي يقول لك يحكي لك عليه. نقول لك راني انا ما عندي كلكم مواوليت، ما عادش نجم نمشي، نجم نطلع في الاسانسور، ما عادش نجم نمشي في السوبر مارشي، ما عادش نجم نمشي نخدم، والاعراض هذوما واضحين، ما قلبي يولي يدق، ما عادش نتحكم في روحي. فما دويات ما كي نعطيهم، فما زاده بسيكوثيرابي معناتها علاج بالكلام. البسيكوثيرابي معروفه برشا وموجوده في تونس، وفما برشا اختصاصيين يعملوا فيها، هي ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال باغ اكسبوزيسيون، ونعاونوهم في 12 حصه الامور الكل تتريد. دونك هنا يا دكتور من حالات العلاج معناها كيفاش انتم الحقيقه انت كنت تحدثت على علاجات بصفه عامه، هل انه هنا تمشيو ديريكتومون باغ اكزومبل للمسبب الرئيسي للخوف هذاك، والا تكونوا معناها تنجموا زيد تعالجوا السلوك نتاع الشخص؟ كيفاش تكون معناها حتى طريقه العلاج؟ مساج حتى ندخلوا هكا شويه في تفاصيل الخدمه نتاعكم. هما في اكثر الحالات نعملوا اناليز، نقولوا نحاولوا نفسروا شنو اللي فما، كيفاش جاتوا اول مره وعلاش جاتوا اول مره. وبالاناليز هذيا معناتها نعرفوا ليموسيون اللي نحسوا فيه يعطي جاي من حاجه من المخ، معناتها كونيسيون اللي هو يعطي كومبورتمون. دونك نعملوا ان اناليز ستركتوريل نتاع الامور هذيا، وبكل اناليز ستركتوريل نعملوا اون استراتيجي ثيرابوتيك، نعملوا المريض باستراتيجي ثيرابوتيك. كل مره نعملوا حاجه حتى لين نلقاو حل للمرض هذايا، راهو هو مرض ياسر ياسر موجود. وكيف ما يداويش، ينجم يعطي كحول، ينجم يعطي استعمال مخدرات، ينجم يعطي كآبه، ينجم يعطي انتحار، معناتها الحالات اللي نشعرهم بالامراض هذوما ياسر كبار مخطرين. دونك لازم واحد يجيه الاعراض هذوما يفيزع يحاول يداوي روحه. هو دكتور هنا استعمالتهم للكحول ولا بعض الحبوب المخدره، خلينا نقولوا المخدرات، هل انه هنا قال لك انا نستعمل الاشياء هذيك باش تخرجني من الواقع اللي انا قاعد عايش فيه، الاحساس اللي نجم يجيني ممكن في اماكن مغلقه، دونك خلينا نقولوا معناه يخرج من الحاله الطبيعيه نتاعو، هذيك علاش هو يوصل للاستعمالات نتاع المخدرات والا الكحول؟ اي خاطر هو يصخايب اللي كي باش تعمل كحول باش ينسى، باش اما هي الحكايه مش تزيد تقوى، على خاطر الكحول والمخدرات راهو ماهمش دويات بالكل، ينحيو على الوقت، اما بعد من غدوه الامور تولي مرتين ولا ثلاثه مرات اقوى من اللي كانت قبل. ماهوش علاج بتاتا، العلاج يكون عند اختصاصي نفسي، طبيب او اختصاصي نفسي، وفما علاج معمول معناتها معروف، استراتيجية معروفة، وعندنا سنين راهو نداوي فيهم الحكايات هذوما، والعلاج ساهل وباهي. دونك دكتور هنا حكينا على العلاج اللي هو ينجم يكون ساهل وسورتو فعال للاشخاص هذوما، هل انه قبل ما تصير الحاله هذه للاشخاص فما سبل وقايه نجم نقوا بها رواحنا من الكلوستروفوبيا هذه، والا ما فماش وما ماهيش موجود؟ الوقاية صعيبة راهو خاطر ما نجموش نعرفوا شكون باش يعمل الأمراض هذه وشكون ماهوش باش يعمل. أما كيما في الأمراض النفسية كل ديزابروش بسي بيو بسيكو سوسيال، فما حاجات اللي واحد يورثهم في بدنه، فما حوايج اللي هو عنده في البسيكيا نتاعو، فما حوايج خاطر البيئة نتاعو اعترف بها لبرشا مشاكل وتروماتيزم. دونك نحاولوا في أكثر الحالات
نعاونوا الانسان ودوما ما يتقلق لازم يعالج. هيك اول حاجه اللي نجموا نعملوها باش نبعدوا على المشاكل النفسيه. ولا نفهموا دكتور بعض النصائح من عندك انت كيفاش حتى الناس اللي ممكن ما تعانيش معناها من الكلستروفوبيا بالمفهوم اللي حكينا عليها احنا بيان سور وبالاعراض اللي تنجم تكون موجوده حتى كيما قلنا حتى شويه لفات يشوف هكا الشبك نتاعو مسكر يحس شويه بروحه مختنق ما ينجم يتعامل مع الحاله هذه. كيفاش نعطيهم هنا بعض النصائح للتغلب على الخوف من الاماكن المغلقه؟ راهو هو النصائح هما معناتها جينيرال معناتها لازم الواحد ديما يعطي روحه اوقات اللي يرتاح فيهم يرتاح مخه. المشي على الساقين باهي، السبور باهي، الموسيقى باهية، كل واحد شنو اللي يحب معناتها لازم يعطي وقت لروحه مش مخه ينجم يستوعب اللي عمله كل في النهار. ولازم زادا النوم يكون باهي والكاليتي نتاعو باهية، معناتها الواحد مش يرقد بعد نص الليل. إذا بينا يرقد أموا أكثر حاجة مع بعض العشرة، يقوم مع الستة متاع الصباح، كان ينجم يعمل شوية سبور في الصباح حاجة باهية، كان ينجم يسمع موسيقى حاجة باهية، معناتها هذا من كل الحال اللي هو يولي نجم يقاوم بهم الكوتيديان نتاعو والصعوبات اللي هو يشوف فيهم كل يوم. فوالا مشكورة جدا دكتور ريم غشيم رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي على المعلومات اللي كنت قدمتهم لنا في موضوعنا لليوم رهيب الأماكن المغلقة الكلوستروفوبيا ما يعرف بالكلوستروفوبيا. نعرفوا برشا ناس ديجا قاعدة تعاني منه المرض هذا، ذيك علاش حاولنا نعطيكم بعض النصائح في الإطار هذا. بيان سور دكتور ريم قالت لكم لازمكم زيدا تردوا بالكم مش الأشخاص اللي تعاني من الأشياء هذه لازمها تمشي وتشوف روحها وتباشر عند أطباء نفسي سبل الوقاية لا سبيل إليها ما هيش موجودة على خطر ما ينجموش يعرفوا هل العبد هذيك إسكو عنده معناه رهيب من الأماكن المغلقة وإلا لا. لكن إذا كان صارت الحالة فيها بيس طرق العلاج سهلة وسهلة جدا أي سورتو معناها كيفاش باش يقاوم هو الحاجات هذوك كل شيء سهل لكن بيان سور بالعلاج عند أهل الاختصاص وبمختلف الأشياء اللي نجموا هما يعالجوا بهم. هكا نكونوا كملنا معاكم حصتنا لليوم في مع الطبيب النفسي. مشكور جدا نوفل الشرطاني في الأخير خرج تقني الحصة، محمد قدح اللي كان أمن لكم ديجيتال وماري منصوري كوتي ميكرو تقولكم شوية خير تستناو رحيم المجبري في سنتي 5.0 سينو بقيت متابعة طيبة البقية بلا مجنع الحياة فهم دمتم في أمان الله. مع الطبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية.